منذ اندلاع الحرب في البلاد طغت وبشكل كبير حالة من الارتهال وضعف الفعالية على أداء مكونات الجهاز الحكومي بمختلف مستوياته، أكانت مركزية أو حتى المحلية بالمحافظات، وهو ما بدأ أثره واضحا في أداء إدارات ومؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية. بعد اندلاع الحرب اللي شنها الانقلابيين الحوثيين على الشرعية حصل انهيار في مؤسسات الدولة، وما أدى إلى سوء جزء كبير من الخدمات المقدمة من مؤسسات الدولة والمرافق الحكومية، وده يكهل على المواطن ويضيف له أعباء زيادة فوق أعباء الغلاء وارتفاع الأسعار وانعدام المشتقات النفطية. وبالرغم من بقاء مسببات هذه الحالة لا بل وتزايد تعقيداتها، تبرز في الأفق محاولات لتجاوزها والتغلب عليها، حيث أقامت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت برنامجا لرفع الكفاءات والقدرات لمسؤولي الإدارات الحكومية بالمحافظة. فعلى مدى قرابة الأسبوعين تلقى نحو 49 من مدراء فروع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بالساحل والوادي وعلى أيدي خبراء مختصين دورات تدريبية مكثفة لستة محاور في إدارة المهام والإنتاج الفكري الإبداعي. هذه الدورة تعتبر من الدورات المهمة التي تساعد مدراء العموم على اتخاذ القرارات وحل المشكلات بطرق إبداعية. فعندما ينظر إلى المشكلة لا ينظر إليها من زاوية محدودة، إنما ينظر إليها من عدة زوايا مختلفة، فيوسع إدراكه في النظر إلى هذه المشكلة، ثم يقوم بإعطاء الحلول المناسبة باستخدام أدوات ومهارات إبداعية تساعد على الوصول إلى المشكلة إلى حل المشكلة بطريقة صحيحة. وتأمل السلطات بالمحافظة أن يساهم مثل هذا البرنامج التدريبي، وهو الأول من نوعه، في تحسين جودة العمل وتطوير قدرات المتدربين على إدارة مرافقهم، بما ينعكس والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أريد الجميع أن يعرف مدراء عموم، نحن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن، تقديم خدمة راقية للمواطن، خدمة المواطن في أقصر وقت ممكن وبأفضل الطرق وبأفضل الأساليب. لذلك نحن وضعنا من ضمن برامجنا وخططنا تقييم لكل المكاتب ولكل المؤسسات الحكومية نهاية العام. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج الممول بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن خطة المحافظ البحسن المعلنة لإدارته المحلية، والتي تشمل بين بنودها 16 إعادة تفعيل وتأهيل أداء القطاعات الحكومية بالمحافظة. محمد يزيدي لقناة بلقيس المكلا.